السلام عليكم. اليوم نروحوا للولاية تاع بجاية لنقف على الأشغال تاع المستشفى لمكافحة السرطان اللي يقع ببلدية أميسور، إذا بولاية بجاية، واللي الأشغال هذه تعرف تأخر كبير مقارنة بالمشاريع تاع المستشفيات بهذا الحجم يعني في ولايات أخرى. ف إن شاء الله الأشغال هذه تأخذ وتيرة، وللعلم أن الأشغال هذه من إنجاز مجمع كوسيدار. إذن الأشغال ونخليكم تتابعون ما تبقى من الفيديو، والسلام عليكم.